ربما سليمان الريسوني غادي يخرج لغد ليه ملي غيدوز 5 سنين ديالو، ولكن ادم واش غادي يخرج من المعاناه ديالو؟ هذا هو السؤال. واش ما عندكمش ذره ضمير انكم تعتبروا انني شاب لازلت ابني في المستقبل ديالي، وبسبب هذه القضيه انا خسرت صداقات، خسرت الخدمه ديالي، خسرت المستقبل، خسرت الطموحات ديالي، وخسرت بزاف ديال الحوايج؟ واش عباد الله انا شخص اللي تعرض لانتهاك حقه كيف ما كان واش غنسكت؟ واش لان الطرف الاخر صحفي خصني نسكت؟ راه لا يعقل، راه لا يعقل. باش ادم البارح تم تثبيت وتدعني دعم الحكم الاستئنافي في حق الريسوني، شنو كيف تلقيتي هذا الحكم هذا؟ هو الحكم البارح كيف ما يعني هو معروف، كنت على تواصل مستمر مع الهيئة الدفاعية ديالي وخبروني بالحكم اللي هو تأييد الحكم الابتدائي. بالنسبة لي صراحة كيف ما قلت من قبل، بالنسبة للناس هناك ناس يعترفون أو لا يعرفون، يعني تيقولوا أن القضية ربما سالت هنا وربما كاين نقد وهذا، لكن اليوم كنتكلموا على ما كنتكلمش على القضية، لأن القضية بالنسبة لي عمرها غتسالي، غادي تبقى حدث مطبوع في حياتي بشكل يعني دائم. بالنسبة للحكم هو حكم يعني أقول وقلتها في الحكم الابتدائي، هو حكم منصف، وحتى بالنسبة للتعويض فأنا لا يهمني التعويض، لأن التعويض ما غادي يجبرنيش، ما غادي يجبرش الضرر ديالي، ما غاديش يعوضني في الأزمة النفسية اللي لازلت أعاني منها. نعم، أنت آدم كسرتي جدار الصمت تجاه الاعتداءات الجنسية ومحاولة اللي تعرضت لها، والحال هو أنه عدد من الضحايا كيرتاحوا أنه يكتموا الأسرار ديالهم، يكتموا المعاناة ديالهم، يعني شنو هي الرسالة ديالتك من خلال هذا؟ وشوف أنا بدوري راه كتمتها لمدة سنتين من المعاناة، سنتين حولت مكان الإقامة ديالي من أجل أنني نتناسى الموضوع لمدة سنتين وأنا وعني في صمت. لما قررت نتكلم على الموضوع كان يعني بواحد الصعوبة كبيرة بزاف أنني نتكلم على موضوع وأنني نتكلم على شخص اللي معروف إعلاميا وحقوقيا. يعني هاد السيناريوهات اللي هي تقع حاليا أنا كنت على علم، زي ما كنت يعني تنبأت بها من قبل، لأنه الأسطوانة ديال أنه شخص أداة في ملف يعني محبوك إلى ما ذلك من المغالطات، هي واحد الأسطوانة اللي تدور دائما في المجال الحقوقي، خاصة إذا كان الشخص هو من صلبهم ومن ذويهم. كيف ما قلت لك كسر جدار الصمت من طرف شخص اللي هو اصلا شخص اللي مضطهد حقوقيا و يعني مجتمعيا، فاعتبر انني قمت بواحد الخطوه كبيره صراحه، وافتخر بنفسي انا اقولها دائما. ولكن هناك كيف ما قلتي الأخ العزيز مجموعة من الضحايا اللي لازالوا إلى يومنا هذا، والدليل على ذلك أنه في البدايات الملف تواصلوا معي بزاف ديال الناس وتواصلوا معي بزاف ديال الضحايا، وقالوا أنهم ضحايا لاعتداءات وضحايا لتحرر جنسي، لكنهم لا يستطيعون البوح بكلمة. علاش؟ لأنه خايفين من المجتمع ونظرة المجتمع، خاصة المرأة، خاصة الناس اللي هم من الأقليات الجنسية، وما غاديش يقدروا أنهم يتكلموا على المعاناة ديالهم أو يقدموا شكاية ديالهم. كنتمنى أن هذه الخطوة هذه تكون حافز للناس اللي هما كيعانيوا في صمت ويخرجوا ويتكلموا ويهضروا على حقهم.